نبقى بقسنطينة، حيث أشرف الوزير الأول وزير المالية على إعطاء إشارة انطلاق خدمة الشطر الثاني من توسعة خط ترامواي بالمقاطعة الإدارية علي المنجلي الممتد من محطة قدر إبراهيم إلى الجامعة، هذا على مسافة 3.6 كيلومترات. هذا وقد استقل الوزير الأول والوفد الوزاري المرافق له إحدى عربات ترامواي قسنطينة انطلاقا من المحطة النهائية بجامعة عبد الحميد مهري باتجاه الوحدة العملياتية لسيترام بحي زواغ سليمان. المتابعة والمراسلة لآمنة بعطوش. دعم المشاريع المهيكلة ومنها إدماج الكفاءات والقدرات الجزائرية لرسم منطق اقتصادي جديد يتماشى ومساعي الدولة الجزائرية، ومنها مشروع ترامواي قسنطينة في شطره الثاني الذي يدخل حيز الخدمة اليوم ليجسد التزامات الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير خدمة عمومية نوعية. عندنا مهندسين، عندنا تقنيين، عندنا تكوين مهني، هذوما يفو غيفليشيغ، لازم ان نفكروا بهذه الطريقه تاع الادماج لانتيغراسيون دي كومبيتونس، خاصه مع الجامعه، خاصه مع الجامعه لا ريشيرش ابليكي، البحث التطبيقي لازم يمشي. السر السر في الانديبوندونس سي ميتر اون ابليكاسيون لا ريشيرش ابليكي، هذا ما كان البحث التطبيقي لازم نحطوه في ارض الواقع، لازم نديروا الثقه في الجامعات تاعنا وفي منتوج الجامعات، منتوج المعاهد التكوين، لازم نديروا الثقه في ونوصلوا باش نستعملوا هذه الطاقات هذه في الادماج وفي التحرر الاقتصادي. الهيكل التي انجزت حان الوقت لاستغلالها من طرف اطقم جزائريه ومن طرف خبره جزائريه وخبرات ويد عامله جزائريه، ولكن مع بعد نظر لاختراق الاسواق الخارجيه. ومن المؤسسات التي أثبتت جدارتها وخبرتها ميدانيا خصوصا في مجال إنجاز الترامواي شركة كوسيدارا الجزائرية، فيجب دعم مثل هذه المؤسسات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وهو ما أكده الوزير الأول وزير المالية. كوسيدار هي اللي قامت بإنجاز هذا المشروع تاع جيني سيفيل على 10 كيلومترات، يعني الخط هذا كوسيدار المؤسسة الوطنية تاعنا، الله يبارك، هذا يدل باللي المؤسسات الوطنية الله يبارك تحمل مسؤولية تاع هذه المشاريع هذه، وهذا شيء كبير وعظيم بالنسبة لنا هنا أن كوسيدار تنجز هذا المشروع هذا على 10 كيلومترات بعد، وهذا يعني يدفع بنا نقول بأن لوتي دو برودكسيون ناسيونال يعني لازم نقدروه ولازم نثقوا فيه، ولازم منا والفوق كل مشاريع المهيكله نعطيوها لهذا لوتي دو برودكسيون كي سوا بريفي وبيبليك، ان شاء الله ندعموها والمشاريع المستقبليه تكون لها ان شاء الله. 5 جويليه 2022 يعني كما حقق اجدادنا واباءنا الاستقلال السياسي، لما لا نحقق الاستقلال الاقتصادي في هذه الذكرى هذه؟ يعني طموح كبير. كما حضر السيد الوزير الاول وزير الماليه عرضا تفصيليا حول قطاع النقل بقسنطينه، حيث شدد على ضروره التهيئه الخارجيه لمطار محمد بوضياف الدولي. بسرعه القيام باعمال التهيئه. باعمال التهيئه. هذه vous avez un mois pour le faire ان شاء الله، يعني لاعطاء المنظر الجميل لمدينه قسنطينه. ترامواي قسنطينه وسيله عصريه تضاف الى الانجازات المحققه في القطاع، ما سيسهم في بعث حركيه اقتصاديه بالمدينه ويضمن للمواطن السهوله والسرعه في التنقل خصوصا في المقاطعه الاداريه. علي منجلي.